الو وزارة التوبة مرحبا، تفضل خويا، تحب ترجع لتونس؟ مرحبا بيك. اي احنا لهنا نفسخوا لك دوسياتك الكل، نرجعوك نظيفة تلالش كيما كي خرجت من الماترنيتي. اي شحال تعمل احنا هكيك كلنا حب. معليش منين تكلم فيها خويا؟ سوريا. شو مشيت تعمل خويا في سوريا؟ سياحة رياضة أم زواج؟ الكل. اي علاش زيادة الخير ما فيها ندامة. الاسم الكريم ابو فوتيتا. نو 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 ديجا الاسم سا فا با متفهمي ابو اخو هذايا سي اون كوز بيردو اون اون فو بلو بي فاش تحب التوب خويا بالضبط؟ القتل. لا لا ما عندنا حتى مشكلة مع القتل. لا لا عادي فما حتى مشكلة. هنا بيتي البارح قتلت زوز معناتها فما حتى مشكلة. بي انت قتلت واحد او اكثر من خمسة او اكثر من عشرة ولا دخلت فيها بوه على خوه رديتها حمراء؟ حمراء. بي سلاح ابيض او سلاح ناري؟ ابيض. طعن ام ذبح؟ ذبح. من الوريد الى الوريد ولا هكا غمزة؟ من الوريد الى الوريد. شوفوا يا احنا توا مازلنا في العملة الاولى وانتي ديجا فوت النقاط المسموحة ليك. لا لا ما تخافش فما حتى مشكلة. لا ديما فما الحل مع وزارة التوبة الحسنة الواحدة تفسخ الكل. راه اعطيني حسنة اخويا عملت شنو ما تعرفش باز عملت حسنة زيد تشوف هكا في التاريخ ونعرفش انا. تزوجت وحدة فقيرة ويتيمة. جميل جميل جدا. هذه هذه هي هذه هذه. لا 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 شوف اما كان انت اللي قتلت لها عائلتها وخطفتها سبب ما تتحسبش هذيا اللي عايش خويا ما تزيدش تهردها على روحك. انت ديجا فوت النقاط. لا الاغتصاب ديجا فيها 10 نقاط كامله. شوف زيد فركس حتى كان لميت الخبز اليابس من الزبله نحسبوه لك حسنه راهو ما تخافش. الو وزارة التوبه مرحبا تفضل اختي تحب ترجع لتونس مرحبا بيك. لا احنا ما ندخلوش في الجنه والنار والامور الالهيه اما نستعملوا نفس الفيش تكنيك ما تقلقش روحك. علاش منين نتكلم فيها؟ سوريا. ما شاء الله الجاليه التونسيه معناتها منشطه ياسر الغادي شرفتونا ونورتونا يعيشك مرحبا. الوغ فاش تحب تتوب اختي بالضبط؟ يا رسول الله يا رسول الله. لا لا فهمتك لا لا ما عندنا حتى مشكلة احنا في السن او العدد معنا اي لا فهمتك فهمت ليه مش لازم تحكي لي بالديتايا لخص لي لخص لي ايكرون بلو ايكرون بلو. الو وزارة التوبة مرحبا تفضل خويا منين تكلم فينا؟ من السعودية. سبحان الله بحذاك بيتربي وتكلم فينا احنا. علاش فيش تحب تتوب خويا؟ كنت ديكتاتور 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 ديكتاتور. راح اقعد لحظه معايا على الخط نسال عارفي الحقيقه خاطر ما عنديش هذه ديكتاتور. عندي سرقه خطف طبيب اموال اما تشمل هذا الكل. ما نقول هكا من الاول. مرحبا بيك مرحبا بيك. لا شكون اللي قال لك فيها بشوشه وحبس والحاجات هذوما؟ لا لا يكذب عليك يكذب عليك. احنا الحبس للامور الخطيره الحقيقه فهمت الخطيره خطيره معناتها تجم تقول معناتها لا سمح الله زطلة والا بسم الله عليك بسم الله عليك كي تفضح فساد غادي يمشي تزيز لا بسم الله عليك اللطف عليك اللطف عليك. تعويض علاش انت شنو كنت تخدم قبل 23 عام؟ هاي عندك الحق عندك الحق برشا برشا. لا 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 احنا مستنسين بالامور هذه نحسبوهم لك ونعوضوك وزيد نوفروا لك ظروف الاقامه المريحه. على وين شو وين كنت تسكن انت قبل؟ كرتاج. احنا الحق عندنا شكون ساكن فيها كرتاج توا اما الدار كبيره وترفعكم الكل ما فما حتى مشكل وزيد الراجل كبير اللي يسكن فيها معناتها ما يقلقش معاك العائله الكل ملا وقتها تتمتع بالاوفر فاميلي ونعمل لكم سومبي ومرحبا بكم الكل. وما تنسيش مع وزارة التوبة ورجوعك مضمون وماضيك مدفون. قدم لكم هذا البرنامج برعاية جذل وداعا للبقاء في حياتك.